مرزوق. وي واش راك؟ واش راك؟ كي صبحت؟ لاباس. وراك مطراسي هكذا مديتك الحدور ديالك راك كي الفورقون. صح راح الجامع. والخبز هذا شريته مليح باين محلو. الله يبارك الله يبارك. والله غادي شريت خبز لاوي شويه. ناقص تروح تشري شويه خبز هذا منين جبته؟ جمالي هذا. مليح هذا. هاي. ماونيش هذا. ماونيش. الله يبارك. لو كان تعطيه لي مرزوق تروح تجيب خبز واحد اخر. على بالي انا كي نشوفك نشوف الخبز. والله هاي روح شري وهذا خليه عندي هات لهنا مرزوق وجيب لي خمسه. نجيب لك خمسه. ولا لقيت تاع الشربه هذاك الذواب جيب لي ثلاثه. اي ان شاء الله. الله يسترك يا مرزوق صحيت. واش هذا هيمي؟ هبلتون. احلى بنعمة. واش هذا الدرع تاع الخبز هذا؟ هذا هو قليل. واش فتح قرقوطي يقول وانت هذه واش انا عندو الجيران الجيران اي خاطي خداو ثلاثه وامي بقى سبت ثلاثه انا نجيم هذو كل عمك الدهيمي لا هاك هاك هاتهم لي هاتهم لي واش من جيران قالوا الجيران اطلق هنا اطلق هنا اسمع مازال كاين مازال على بركه الله صح هاي 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 اوه او واش قوي انا عمل هذا حصلت ولا حصلنا والله خدمنا والله غرقين حر بشوي ساي سالي ساي سالي جيبوا في الخبز ديال نعم تلو في الخبز نهار كامل ثم تلو في الخبز لي واش عليا الخبز ليا هذا ثاني نعس في الخبز ولا يا الحاج والله ربي يهديكم نهار كامل ثم تزبلونا في الخبز هنا برا حنا نقي ما قدرنا ما نقينا ما قدرناش ما لحقنا دوكا حنا نردوا في الخبز ليه من هذو الحاج احنا نحطوكم الخبز باش تمدوه للبهايم باش تمدوه للناس احنا كيما نقدروش ناكلو خبز الخبز تاكلوه جديد ومن بعد يولي لاوي نخرجوه برا وانتم تاكلوه ويجوا كاين صحاب الكباش كاين صحاب وكنت ها كي تشرد هذو انت كليت انت هيا صايب تفلسف مع صباح ربي يضرك انت ماكش قادر مين با تقودو وتمد لي في لي كونساي هيا سرح سرح تخدم على روحك كي هيا روح 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 اطلع 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 ربي يهدي أمة محمد يا ودي روح روح قاعد لاتي بخبزتك تخدم على شرك الله ربي يهديك برك ربي يهدي أمة محمد كركر كركر هذوك يجي يمد لي في الدروس مع صباح ربي ولا لا 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 واحد راه تعبان في الشلان ديجا ان شاء الله غير عنده الحق انا راني ضربت 13 ما خبز حاج حاج بسم الله واش هذا يا خويا فتحت ريستورا ولا؟ واش الدهيمي يا سيدي هذا الخير واش اللي جبته هذا واش؟ وهذا واش؟ هذا الخبز. انت اللي شريته؟ انا يعني اللي شريته وي. انا يعني شريت انا. هذا لينا. ومال لمال الجيران ولا؟ الرحمة قول. اي ولا انت علاه تشري في الخبز؟ بصح انت اللي شريت خبز مي وقتاش ما تشري الخبز انت اخي بعدك تشري حاجة أخرى. انت قلت تشري الحليب. هيا صح هذوك هذا حليب ولا خبز؟ وانا في الطريق رايح نشري الحليب نسمع في الناس يهضروا. قال لك هاهم رايحين يقطعوا الدقيق هاو غدوة ما كانش هاهم رايحين يسكروا الكويش والبولانجيات زربت انا جاتني الفايقة هذه قلت نزرب نشري انا حاجة اللي ما فهمتهاش فيك الدهيمي تاع عمرك نوض جبت خبزتك يعني ما تخدم ما والو بصح شاري 800 خبزة وانت ما تخدمش دوكا دون الخبز هذا ناكلوه ولا نبيعوه ولا نديرو اكسبوزيسيون شوف الله يبارك واش انا وياك وحدنا وكيفاه نديرو الخبز هذا هذاك اللي شريته انت هذاك هو اللي ناكلوه وهذا؟ هذا راح نيبسو ونبيعو. تشريه خضر وتيبسو. ايه ونبيعو هم يجيو هذوك اللي حوسوا على الخبز اليوم. ياو كاين برا تخرج تلقى الشكايرك ولا مطيش دوك هذا من العشيه نعاودو نخرجوه حنايا. هي بزاف هذا وعنده الفايده تاعو مش كيما هذاك اللي راه مطيش برا لا هالحاج لا. بصح عندك الحق والله دايمي غير حاجه راهي مدوختني. احنا الشعب ناكلو بزاف الخبز. ايه. ونهضرو غير على الخبز. ايه. تعيط الواحد خدام مثلا يخدم وين يخدم؟ يقول لك راح نصور الخبز. ايه. وهي ومال علاه يقولوا ونخدم على الخبزه وليه مال يقولوا على الخبزه كون ما جيناش حنا تاع خبز خاطرش على بالنا باللي هاو اللي يعيش ماشي حاجه اخرى وانا ما نعودش نقولوا هاي نروحوا نصوروا اللحمه بالك ربي يعطينا اللحم غالي الحال ولا ما نقولوش نصوروا الكبده ما تقدرش علاه سما ندكوا بالخبز برك هذه اللي رخيصه حنا نصوروا الحاجه الرخيصه ونسميو عليها حنا نسميو حنا كلش على الرخصه الحاج ايه ولا يعني الرخص اللي نعيشوا فيه ايه وانت على راه جايتك كلي تبذير ولا واش؟ تبذير اه ايه هذا تصدير ماشي تبذير تاع التبذير احنا نصدروا التبذير الله والو الحاج ناكلوا ما كتب الله ما تيسر ومن بعد نزيدوا نيبسوا ونبيعوا واللي فضل الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله واش بك انت؟ استغفر الله استغفر
واش بيه الدهيم؟ وهذا الحاجه هو قاضي زعما؟ انا يبان لي هذا ماهوش نورمال. دوك انت هذا راجل ويقول راني بالكوا عليا ومروح للدار وجاي باقيطه تاع خبز زعما ويخدم على الدار. هذا نورمال ما يخش على مرتو تلفو. هذا شفت التبذيره وماشي في الخبز. ياو الصحة كيما هذه نورمالمون يرفد بها زوج قناطر تاع الصباح. هذا نورمالمون ياكل ثلاثة الصباح وثلاثة العشية وثلاثين في الليل. هذا هو التبذير. بادرة كيما هذه رفد خبزة ورايح بها. زبار طعيلة لو زبار طعيلة هذا يجي داخل الدار غير بخبزة. قسيم وجنسي بغير نطلقوا اليوم. احنا نورمالمون هذا كي دوموندي لو كاردون ديتي تم فيه. ماهوش جزائري. ولا كل موسين احنا هكا. ايه. الخبز. وهذا علاه زعما يعني هكذا هذه تكفيهم ولا كيفاش؟ هذا هو دوك زعما اللي دايرين رواحهم راقيين وحنا زعما ريجيم باكيت لا فروماج اللي فتوا لهم الجماعه اللي فتوا لهم فروماج باكيت لا فروماج يديسر بالخبز جماعه ريشه تاع السلاطه صحيح حنا نديسروا بدلع الله الله دوك شهورها بغيت مهمها هو يديسر بطرف خبز وفرماجة كليت في الريستورات الكبار انا دوك يجيب لك زوج ريشات ويحط زيتونه ويعطي لها واحد الاسم هكذا ومن بعد يقول لك خلصني واحد 340 ولا وهي زوج ريشات هذا خونا هذا ومروح باكيطة وربما راه ما عنده واحد العشرة في الدار ياكلوا كاع موره كاع موره ويتهناوا اي هذا هو التبذير احنا نبانوا مجتمع مليح ناكلوا خبز بزاف نبانوا مجتمع راقي نبانوا ناكلوا الخبز ونحطوه برا هذه هي نعمة عايشين قال هاي المعيشة وهذه هي نعمة ربي ايماجيني احنا في بلادنا ما فيهاش الخبز كيفاه نديروا قاسم نضيعوا ننطيحوا كاو احنا ورافدنا الخبز كون يخطيك الخبز انت يا تموت منين يجيك النشاط منين يجيك الحيويه انا كي نروح للريستوري يحط لي حفنه خبز بلا تصاص ندير شفت الحساب 8 زائد في 8 اه. قداه 8 في 2 64 64 طرف نقضيها انا غير مع كاس تاع جو ايه. وكي تلحق الشربه نلقى روحي قازز الله يبارك كي مطمور مطمور وترمبليها نورمال ايه نقددها ايه. الخبز مليح سوتو لا عاد مقرمش بصح يضر شويه له قالوا لي يعني انا ما حبيتش نملو لا لا قال لك يضر الكولون بس يضر الجوع صح هو كلوا على الصباح وكل كل القعموره ما تاكلش الا اولادنا كيروحوا الصباح يدوا خبزه ايه. ونص نص مطلوعه اللمجه ايه. ما عندهمش الزوال مساء صح صح هو انا كليت شوف النحله كي راهي تدور ها تدور غير على الحاجه تدور على الحاجه الحلوه كي انا كي الخبز يرعى في الخبز صح صح ومن بعد يجيب لك عسل بابا صح وحنا كيما كنت تحكي يا الحاج حنا شعب تاع خبز هذاك النهار بن عماره دخلت انا وياه للاسطوره ايه. كلينا زعما دوموندينا فريت ايه. الفريت يسوى 4000 ايه. هيا سيدي ما جاي يجيب الفريت بن عماره هذاك كربايه تجيب كربايه كربايه تجيب كربايه يلهوث تقول راه يطيش وراه تقول ياكلوا معاه جماعه كي جينا نخلصوه واش قال له مول الريستوره ايه. قال له الفريت من عندي يعطيني حق الخبز برك عنده الحق إيه؟ والخبز راه رخيص عندنا راه 1000 فرنك ميك. هي نورمال موريغ لو راهي 750 ليه على حساب الغرام يا اخي يقول لك 850 غرام الغرام بسنتيم كيما يقول ما سارقيننا سارقيننا ودرك هي نورمال مو على التبذير تاعنا الخبز يعاودوا يطلعوه اي ما عنده الحق ما عنده الحق مول الريستوران يجي دوك دهيمي زعما تعود الخبزه تسوى 30 دور كيف نديروا احنا الخبز عندنا ايه ونوليو نمشيو بالخبز ديريكت نديرو بيت الخبز انت واش ما فهمتكش على الحاج بيت الكوزينه بيت الصابون ونديرو بيت الخبز سما انت تعاود تنحيه الخبز ولا واش؟ إيه نجي نحي الخبز كيفاش نحي الخبز نموت بالشر ولا؟ ها ولا واش راك تمعني هكذا هذا؟ يا ودي نروحو نحطو خبزنا الحاج إيه هذا إلا ما تاكلوش تنزيد انا نيبسو ونبيعو لا لا نروحو للدار هيه نقول لك حاجه مليحه لو كان نروحو نحطو هذا الخبز وكش ما نجيبو شويه كسره ومطلوع اوا يا الحاج والله لا اطلع من نطلع والله يا الحاج غير راك مضرور انا مليحه روح سمعت هاي هز روح يا بويا 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 بوي. بسم الله هيا المطلع حامل مطلع حامل مطلع حامل مطلع حامي مطلع حامي 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 يلا يلا حامي يلا يلا سخون يلا حامي يلا 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 حامي يلا حامي سخون مطلع السلام عليكم السلام طلع دايمي وش شي شي تاني تشوف هذا وين الحاج تفضل فيها الميزان الله يبارك اه وانتاك دير فيها في ودنك وما ثم تعرفها ها هو ثمن الحسنة كيما البيض الرنة تاعها شحال هذا 3000 وشحال كاينه واحده اخويا ندو حبه حبه برك وعليه يعني ما نديوهمش كامل ياين الله يبارك هذا يوم ان احنا نديوهم ما تدري هكذا واش نحتاجوا بهم ومنها نعاونوا المخلوق هذا والله يا اخي انت الدراهم عندك كاين ايه وحتى هذا انا لو كان يبسها ومن بعد نرجعوا عيش صحيح ايه وتقدر تفتوا للحمام للدجاج هذا يصلح المطلوع البابا تاعو إيه. مفروقه مليح والله غير مليح المطلوع هو المطلوع في الدار هو المليح
هذيك اللي قلت لك ما نشريو المطلوعات ويزينا من هذا الخبز هذا، انا نحبسوا هذا، انا نحبسوا هات التسع مطلوعات هذوك. صح، اعطي هات لهم. شوف عندك ساشي يا اخي. عندي ساشي. ايه اعطي له الحاج اخي، مزال لك الصرف. مزال لي ايه. ايه خاطركش انا والله تقول فرق. قداه راه تحسبوا فيه؟ 3000 3000 ابا 3000 3000 انا في 5000 اللي تحت. 2000 ليها مسكينه اللي في الدار و1000 ليك. تكون سجعوا نمره اللي تخدم لا هو يدير المطلوع هذا ولا. انا طليت فيك الحاج. يعيشك. طليت فيك. هات له. هات له هنا. هات له الحاج. هات. اعطي عمك الدهيمي هاك صحيت. سمحنا دوكا هكذا اللي عمرنا كسر الشعير ما كنت ما تديروش يزيد يخرج من بعده. من ربع ساعه يكون خارج. ربع ساعه نكون عنده. قداه تخرج؟ 20 15 على حسب لك اليوم. من بعد نولي لي كسره. ايه تاع الشعير وكاين تاع الزرع. نديو نديو الكسره. روح هيا بقى على خير. سلام الحاج. صح الله في روحك. صح سلام الحاج. سلام يعيشك الله يسلمك. شوفوا الدنيا كي ولات زمان دار والناس كي كانوا العيشة معاهم ولات غير كوشمار. يا الحيلة هي قليلة غير تاع الدور بوار وعيوبهم بانوا الشتا وطمع تشري غير بدينار. ما عندك ما تخير كي كبير كي صغير حي في زير برنامج برعاية آيريس. في كل محضر تحضر قدامنا وبلادي هالقعدة ما تحلاش. شحال خفيفة وعذبة ومن تلج جبالنا الكبيرة والصغيرة ما ننساهاش. كل يوم مع آيريس كل يوم مع آيريس ما كاش لترويه من غير آيريس. مع آيريس لمتنا أحلى لمة.